من معاصي القلوب أيضا الشرك. الشرك تعلق القلب بغير الله، إنك تحب حد زي ما بتحب ربنا، تخاف من حد زي ما بتخاف من ربنا، إنك ترجو حد زي رجاءك في وجه الله، إنك أنت تبقى حريص على رضا حد أكتر من ربنا، حريص إن حد يحبك أكتر من ربنا، ده شرك. أن تعبد شيئا غير الله. واللي يقول لك يا عم ده الشرك ده كان على أيام أبو جهل وأبو لهب بيعبدوا اللات والعزة، لا، في زماننا ده في ناس اللي بتعبد التليفون. صليت على رسول، ناس بتعبد التليفون عبادة، قلبه متعلق بيه ما يقدرش يسيبه. كان معايا ضيف وإحنا في البيت وإحنا نازلين المسجد، فرحت رامي التليفون على الكرسي كده، فيقول مش تاخد التليفون معك؟ قلت له لا، هتسيبه كده؟ قلت له آه، إيه المشكلة؟ قالوا العيال. والعيال لا، في ناس تليفونه، لا تليفون حدش يلمسه. قلت له هات تليفونك. قال لي في مرة كان هيموت فعلا. هو ده تعلق القلب، هي دي العبادة الشركية، اللي بيعبد نفسه وذاته وأهمية صورته قدام الناس، ويزعل لو حد نصحه ولا حد وجهه ولا حد كلمه ولا حد انتقص منه حاجة. لا، شخصيته، بيعبد ذاته، بيعبد نفسه. كتير بقى معبودات وآلهة في زماننا ما تعدش. لذلك طهر قلبك من الشرك، حقق توحيدك. ابن القيم بيقول ايه؟ التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأدقه وأصفاه، كأبيض ثوب يكون تؤثر فيه أدنى شبهة أو شهوة أو لحظة أو لفظة أو شهوة خفية. يعني تخيل إن توحيدك ده زي ثوب أبيض، أي نقطة سودة صغيرة تنفي. توحيدك من معاصي القلوب أيضا النفاق. ويطلع واحد برضو يقول لك نفاق يا عم الشيخ، النفاق ده كان على أيام عبد الله بن أبي بن سلول. النفاق أخطر ما فيه أن الإنسان قد يمتلئ نفاقا ولا يشعر. دي خطورة النفاق. وإن لما أجي أقول لك أنت منافق، أنا ده أنا سيد المخلصين. طيب يا سيدي، توكلنا على الله، المواقف هي اللي بتحكم. النفاق نوعان، نفاق عملي ونفاق اعتقادي. النفاق العملي اللي الرسول عدده في 4، آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، زاد 2 في حديث ثاني، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. يبقى الخمسة دول الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال من كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، ومن اجتمعنا فيه كان منافقا خالصا. كلنا حافظينه، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر. أنت فيك دي؟ إذا خاصم فجر فيك دي؟ إذا وعد أخلف فيك دي؟ إذا حدث كذب أحد أركان النفاق. وأنا شايف في زماننا في كذب كتير، وكثير من الناس يكذب ولا يبالي، عياذا بالله. النفاق الاعتقادي بقى مخرج من الملة، النفاق العملي ده مش مخرج من الملة. يبقى مؤمن منافق، مسلم منافق، تمشي
لكن الثاني ده مخرج من الملة، أن يكره شيئا من دين الإسلام ولو عمل به، إنه يكره أي حاجة من شريعة الإسلام، يكره أي شيء يمت للإسلام من شرع الله الذي أنزله، ده يبقى منافق نفاق اعتقادي. يقول أنا مسلم أؤمن بالله، بس صراحة مسألة تحكيم الشريعة دي أن أحكم بينهم بما أنزل الله، لا، في الصدر منها شيء، يبقى خرج من الملة. اللي يقول أن الشرع شرع الإسلام ما ينفعش يحكم في عصرنا، يبقى الكلام ده كلام كفر، بس ما نقولش عليه كافر، وإنما تقام عليه الحجة الرسالية. تكفير المعين يحتاج إلى ثبوت شروط وانتفاء موانع، عشان بس ما تتسرعش وتقول فلان قال كذا يبقى كافر، ما تكفرش، وإنما لابد أن تتبين. قالوا له فلان كافر، قال هاتوهولي هنا وأنا أقول لك كافر ولا مش كافر، بعد ما تقيم عليه الحجة الرسالية التي يفهمها مثله. لا يحكم بالكفر على المعين إلا إذا دخل في الكفر راضيا مختارا منشرح الصدر بذلك.